يلا يلا كل مكان. بنرحب بكم في هذا الوصف البشري الجديد من القلعة لحفل سباق. يعني زي ما حضراتكم شايفين حفل ابنة الإعلامية مفيدة شيحة يعني القلعة، وحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين أيضا.
اللايف بقت شحاته ولا ايه؟ انتوا الشحاته سمعتوني على الكوير علمتونا اللايف بقيتوا كلكم طب صورونا مش لايف يا ثانيه اللايف عمره ما كان شحاته عايز اقول لك يعني ثانيه واحده لا بجد يا جماعه يعني انا بحيي من كل قلبي مفيده حبيبه قلبي وروحي بجد لان هي تعبت قوي وكفحت قوي على يدي بقى على يدي انا طول العمر رئيستها وهي كانت تلميذه حيله بقت استاذه ربت بنتها احسن تربيه علمتها احسن تعليم مفيده دخلت التلفزيون كانت بنتها عندها سنه فمنتي بنتي بجد سهير شلبي خد التجربه انتوا مربيانا وتوقفتي ليه؟ ايه السبب؟ بس من اخبار سهير شلبي قولي لي بس يا انا اهم حاجه قولي اسباب توقف بنتي التمثيل وانت قولي لي حبيبه قلب فرحانه من قلبي فرحانه قوي 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 يا جماعه بجد يعني كلنا لازم نفرح لها لان دي ست مكافحه جدا ست تعبت وربت لحد ما جوزت بنتها حاجه يا رب عقبال كل حد يقدر يعمل كده الف مبروك دموع طبعا يعني كده طبعا يعني طبعا يعني لان يعني فعلا متاثره لان لما بتبقى ست لوحدها في الحياه بتكافح وبتربي وبتتعب وبتشتغل وكانت طب سوسو عايزين زغروطه يا سوسو زغروطة يا سوسو يلا يا سوسو طبعا 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 يلا زغروطة يلا حبيبتي يا سوسو مبروك ألف مبروك أحلى فرع يا سهير يا زي ما حضراتكم شايفين متابعينا متابعين موقع تليجراف مصر في كل مكان احنا دلوقتي في يعني القلعه احتفالا بحفل استضاف يعني بنت الاعلاميه مفيده شيحه بحضور عدد كبير من اصدقائها الاعلاميين وعدد كبير من الفنانين والشخصيات المعروفه يعني شايفين يعني صور عسكرية دي صور صغير لأهل المقربين والله ما قلت والله ما
زي ما حضراتكم شايفين يعني تجهيز المكان لحفل الزفاف بعد انتهاء عجل القران على ابنة الإعلامية مفيدة شيحة. الحقيقة مفيدة. يلا يا جماعة يلا يا مدام مفيدة يلا يا مدام بوشي يلا يا جماعة يلا يا أستاذة يلا يا جماعة يلا ستاند بايز زغروطة زغروطة حد يزغرط حد يزغرط الله عليك يا بوشي يا بوشي هنا مفيدة اقول لكل الناس اللي شرفونا النهارده كده اقول لهم مجلسكم نورتني شرفتني وانا عزمت كل المقربين فقط يعني كل الناس كل حبايبي وهم اللي متربيين منا معايا وهم اللي شايفينها وهي بتكبر فلازم ان هم يشرفوا عايز اقول لك سهيد شلبي قال لك كلمه خطيره لازم مفيدة مفيدة انت حما كويسة مفيدة اه والله سكر ياسمين زي ما حضراتكم شايفين يعني بسيطة ويتم يعني بدء حفل زفاف من الإعلامية مفيدة شيحة بعد انتهاء يعني عقد القران دور فضيلة الشيخ قلب الجنة مستمرين مع حضراتكم خليكم معانا هنتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة يعني لنقل حفل باب خدمة الإعلامية مفيدة شكرا لكم وإلى اللقاء في البث المباشر